انه نشوف المقابل ان شاء الله. افئدتهم مثل افئده الطير. امسك كده حمامه او يمامه او عصفور وحط ايدك على صدره كده على قلبه، تجده ايه؟ قلبه يهتز. هو ده قلب المسلم، هو ده قلب المؤمن، قلبه رقيق، كل ايه ذو قلب رقيق بكل ذي قربى ومسلم. يفيض دمع عندما ايه اقول إيه ترى اعين تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما يفوت. سبحان الله، يعني سبحان الله. القلب الرقيق اصبح عيبا في هذه الايام، طبعا ضعيف. لا شك. ولذلك الله يرضى عن سيدنا بلال مصر، يجي معاذ بن جبل يحفظ بصرحه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حاجه يلبس ثوب يخول ذكرا، ينظر في المراه يخول ذكرا، يشرب يخول ذكرا، ينهي الشرب. فبلال مع ليس عنده هذه الملكه. قال يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. سمى بلال الذكر دندنه. الله اكبر. فقال ماذا تقول يا بلال؟ قال ليس على لساني الا ان اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندندن. الله اكبر. فيا ريت الدندنه عند اخواننا المشاهدين والمشاهدات مره ثانيه. اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. نعم. قال له يا بلال حولهما ندندن. يا سبحان الله. صحيح صحيح. لو واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم من اياهم دول والعياذ بالله، اولاد الورق اولاد الكتب دول، فين اذكار الصباح والمساء؟ فين ختام الصلاه؟ فين يؤيسوا؟ افتحوا باب الرحمه. الامر بسيط.